طيب انا عايز اعرف بقى اليوتيوبر اللي مش هيتوجه لمصلحة الضرائب دكتور سيد هيحصل ايه معاه؟ زي بقيه الحالات اللي احنا تعرضنا لها الفتره اللي فاتت منذ انشاء الوحده. احنا في 4 حالات احيلوا انتوا للنيابه. عندكم حصر بيهم؟ اه طبعا حضرتك، احنا منشا في بقرار جبتوه ازاي؟ بقرار معالي الوزير منين؟ الماليه. معلش عندي انا بسأل يعني. ماشي يا فندم. احنا عندنا ينفع تقول؟ نقول يا فندم عندنا وحده صح. تجاره الكترونيه دي انا بتشرف بالاشراف عليها. احنا عندنا مجموعه مؤهله تماما للتعامل مع السوشيال ميديا والتعامل مع كل الوسائل الالكترونيه اللي موجوده. عندنا ناس ملمين جدا جدا يعني بدرجه عاليه جدا باحكام القانون، عشان خاطر لما هياخد حاله يبقى عارف احكام القانون تطبق عليه ازاي. عندنا ناس محترفين في مكافحه التهرب الضريبي. عندنا تعاون مع مباحث الانترنت. عندنا مباحث التهرب الضريبي موجوده برضو في تعاون مستمر عايز اسال معاها. سؤال اكمل يا فندم بس بعد اذن حضرتك. فكل دي خد بالك، احنا بالاضافه لده احنا عندنا في بروتوكول تم ابرامه مع وزاره الاتصالات، وده يمكن يكون احد الاسباب الرئيسيه ان احنا بدانا الفتره اللي فاتت من فتره قريبه بدانا نشتغل بقى على معلومه وموثوقه وهي وعارف مصدرها فين، عشان خاطر لما اواجه الافراد دول خد بالك يبقى انا عندي معلومه ومعلومه موثقه اقدر ان انا اخد اجراء قانوني ضدهم. وده اللي حصل الفتره اللي فاتت. احنا في 4 حالات. طب معلش انا عايز اخد من كلام حضرتك بعد اذنك واروح للولا. لولا انت هتروحي وتسجلي في الضرايب؟ انا اصلا بدفع ضرايب، يعني الارباح لما بتيجي بدفع ضرايب 5%. ازاي بدفع ضرايب 5%؟ منين وازاي والفين؟ انا المسكه السوشيال ميديا شركه. فلما انا بروح اقبض فيها لولا من قبضك 5% اتشالوا ضرايب. ده حق الشركه. لا الشركه ده كسب عمل. الشركه بتاخد نسبه. الكلام ده مظبوط يا دكتور سيد؟ لا ما تقولش مش مظبوط حضرتك. طيب احنا انا ما اقولش او ما اقولش، مفيش حد فينا قال او عاد لسه. حضرتك تقدر حضرتك تسال وتعرف يعني. معلش عندك ورق رسمي بيثبت انك تدفعي للضرايب 5%؟ بس اكد لحضرتك حاجه، ده كسب عمل. طيب كسب عمل؟ لا هو كسب العمل. هي بتاخد نسبه يعني بيحصل ولا لا؟ كسب العمل يا فندم خد بالك هو بيبقى لازم في علاقه تبعيه، بمعنى انا سيد شغال في مكان خد بالك فعليا مرتب او اجر المفروض ان انا في ضريبه اسمها ضريبه على كسب العمل. ضريبه تبعيه. في علاقه تبعيه مظبوط 5% بس بين الموظف وبين صاحب العمل، لكن اللي هي بتقول عليه الاستاذه ليلى ده ملوش علاقه. اللي بيتكلم عليه حضرتك ده يستوجب بقى ان هي الاستاذ بيقول ان ده لسه يعني انت عندك بطاقه ضريبيه؟ لا. بس ده اللي بنتكلم عليه. لا لا بس هو بيخصم حضرتك 5% المفروض يقابلها ان حضرتك بتقر عن بقيه الاداء. انا ما عنديش مشكله يعني هو هيفرضوا ضرايب. طالما انت ما عندكيش يبقى بيان مصلحه الضرايب بيقول لك لازم تروحي تسجلي نفسك. ماشي نروح ندفع ضرايب لانها في الاخر بتصب على الدوله، بياخدوا فلوس من الله ينور عليك. الدوله انا ما عنديش اي مشكله في ده. استاذه لولا نموذج متميز نتمنى ان هو لا انا كمان ما بقدمش محتوى يعني انتوا عرضتوا حاجات دلوقتي انا يعني مش بعرض حاجات كده، انا عامله كونتنت للاطفال، بعمل زي حواديت للاطفال. فانا شايفه مثلا ان الدوله محتاجه ضرايب. يعني بصي انا بحييكي طبعا انه في حد قاعد معانا، لانه بصراحه اللي بنشوفه يعني مرار. ليه بقى؟ لانه اللي بيكسب واللي بيعمل مشاهدات للاسف هو كل ما هو خارج عن سياق الاحترام. يعني انا بشوف نسبه كبيره، مش هقول كل الناس، لكن هي من النسبه الكويسه.